المزيد مشاهدينا الكرام أيضا بشأن أزمة المهاجرين الأفارقة في تونس وأبعادها، معنا هاتفيا من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الأمين البو عزيزي، مرحبا بكم. إذا هناك احتجاجات في صفاقس بعد قتل الشاب على أيدي 3 مهاجرين، كيف تقيمون الأوضاع في ظل هذه الحوادث التي باتت ظاهرة في تونس؟ نعم، مرحبا بكم، شكرا على الدعوة. هو في الحقيقة يعني عن ما يجري في صفاقس لا يمكن نتطرق إليه دون الإشارة إلى يعني هذه الظاهرة الجديدة في تونس، ظاهرة وجود أفارقة جنوب الصحراء في تونس. وجدوا منذ ما قبل الثورة في شكل يعني طلاب يأتون بشكل منظم يدرسون في جامعات، خاصة الجامعات يعني الخاصة. أيام الثورة في ليبيا وتقريب توافد مئات الآلاف من الليبيين، وأنتروتر يعني كان معهم من أفارقة، الليبيون احتضنهم التونسيون في بيوتهم، والشقاء الأفارقة كانوا في يعني احتضنهم بعض المنظمات الدولية فيما يعرف يعني بشكل مخيم. لكن الظاهرة الجديدة اليوم التي يعني تقريبا شكلت ضغطا اجتماعيا في مدينة صفاقس وهي تقريبا مدينة صناعية رقم 1 في تونس، هو أن هذه الظاهرة، وأنا أحدثك كشاهد عيان، يعني يتسللون عن طريق حدود التونسية الجزائرية في مستوى محافظة النخول في تونس، ولاية يعني محافظة القصرين، يأتون راجلين يمرون بولاية يعني محافظة سيدي بوزيد ويدخلون صفاقس، يعني تقريب قرابة 250 كيلومتر راجلين، أقول جدي بها هذه الكلمة راجلين. عندما سألت سيارات الأجرة لماذا لا تحملونهم، خصوصا ان ظروفهم جد شاقه، يعني يقولون ممنوع. اذا ممنوع نقلهم، لكن ليس ممنوع انهم يمشوا مئات الكيلومترات تحت عين يعني اجهزه الدوله كلها، وبالتالي وصولهم الى صفاقس. الازمه لم تبدا في صفاقس، وانما هناك جهات رسميه، نحن في ظل حكم ممركز في ظل نظام انقلابي يمسك بكل شيء على اعينه هذا الامر. هذا الأمر هو تقريبا نوع من الضغط على الاتحاد الأوروبي وخصوصا على الإيطاليين، اعتراف مقابل التكفل بالحراسة، هو نوع من الابتزاز، ملف لا أخلاقي لابتزاز الأوروبيين. اللي جرى في صفاقس يعني أنه حتى في علم النفس ثم نسبة مئوية من الأجانب أو الأغراب أو قلها كما تريد يتحملها المزاج يعني العام، عندما تمتلئ مدينة، وفي تونس هذا الأمر غير متعود عليه لأنها ما هيش بلد استقبال المهاجرين، يعني بلد سوقها في العمل صغير جدا، يعني مبتدي ليست ليبيا، ليست الجزائر، يعني لا، ما هذا الأمر جديد حتى على مزاج التونسيين. أمام أزمة أنه لا في خبز ولا في عمل ولا في أي شيء، الاحتقان تم بين ضحايا المنظومة الأشد يعني تضررا، هؤلاء صار هذا الاحتقان الاجتماعي. شكرا جزيلا لك كاتب السياسي التونسي الأمين البو عزيزي.